على بال انه يجب على المرأة وجوبا انه تطبخ له وتغسل ثيابه وتكوي له نوم الى اخره. فشنو صحتك في الامر؟ اول شيء انت شو تسوي؟ يعني هذه المسألة حقيقة يعني مسألة الزوج، هل من حقه على زوجتي أن تغسل ثيابه وأن تنظف بيته وأن تطبخ له، أو ليس هذا يعني من حقوقه عليها، يعني ليس من واجباتها؟ هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم، اختلف أهل العلم في هذه المسألة. القول الأول أن المرأة يجب عليها الطاعة بالمعروف فقط، وأنه لا يجب عليه شيء من الخدمة في البيت، وإنما يجب على الزوج أن يوفر لها من يخدمها. هي ما تزوجت لتخدم، وإنما تزوجت لتعيش يعني مع زوجها وينجبان الأولاد ويتعاونان على طاعة الله تبارك وتعالى، ويكون سكنا لها وتكون سكنا له، لا لأن تكون خادمة له في بيته. فذهب كثير من أهل العلم إلى أن هذا ليس واجبا على المرأة، وأنه يجب على الزوج أن يوفر لها من يخدمها، هذا هو الأصل. آخرون من أهل العلم هو قول أبي ثور رحمه الله تعالى، الأول قول الجمهور والثاني قول أبي ثور، قال أنه يلزم المرأة أن تخدم، وهذا قلنا هذا من الطاعة بالمعروف، يلزم أن تكنس البيت وأن تطبخ وأن تنظف وأن تغسل ثيابه وغير ذلك، يعني قالوا هذا من الطاعة بالمعروف. وذهب ابن القيم رحمه الله تعالى إلى وسط، إلى حل وسط في هذه القضية، فقال ينظر في حال المرأة في بيت أهلها قبل الزواج، فإن كانت قبل أن تتزوج بهذا الرجل في بيتها تخدم، فلا ينبغي له أن يغير حياتها فتكون كذلك في بيته تخدم، وإذا كانت في بيت أهلها تخدم فلا يغير عليها أيضا، وهي تخدم في بيته ما تغير شيء. فينظر إلى حال المرأة في بيت أهلها، يعني لا تنتقل من عز إلى ذل، واضح؟ إلى أنها تكون حياتها في بيتها كحياتها في بيت زوجها، لا تتغير عليها، قال هذا هو الأصل. فعلى كل حال من حيث النصوص الشرعية أن لها يعني عليها أن تطيع زوجها بالمعروف، لكن أنها تخدم تطبخ هذا إحسان منها، بل حتى الرضاع لو امتنعت من الرضاع وطلبت أجرة للرضاع يجب عليها أن تفعلها أجرة للرضاع، إذا قال الله تبارك وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى بنسبة المطلقة. فالقاصد حتى الرضاع إذا طلبت قالت ما أرضع الولد إلا بأجرة، ولا جيب لي واحدة ترضعه، وإذا كان أطفال العرب السابق تأتي الرضعاء، من الرسول صلى الله عليه وسلم خذت رضيع مرضعه ولا لا؟ نعم حليمة السعدية. فالقصد أنه قالوا حتى الرضاع، بعض أهل العلم قال أنه لا يجب عليها، وإنما هذا من إحسانها، هذا من إحسانها، وإلا النفقة كلها على الزوج هو المتكفل بكل هذا. طبعا ما يعجبكم هذا الكلام أنتم الآن، لكن والله عد رضاكم ما ماني حريص عليه صراحة. طيب في نقل هذه المسألة، والعلم عند الله تبارك وتعالى. نعم.